إن أنا كفنان تشكيلي ممارس في مصر تحديدا لم أشعر يوم بأي ضغط من أي جهة على نوع الإنتاج اللي أنا بعمله، حتى لو كان البعض بيرى فيه مغزى سياسي أو مغزى انتقادي، ده طبعا ناتج لأسباب كتيرة، ولكن معظم لو في دايما اعتراض بيجي من اللي بيرتادوا الجاليريهات، مش من السلطة. يعني زي ما قال برضو الأستاذ ناصر، السلطة مش في ذهنها خالص الفن التشكيلي ولا تأثيره، وخصوصا ان تأثيره المحدود لأنه تجريدي أكثر من الفن المرئي مثلا أو إعلام المرئي. لأن أنا أعتقد أن حالة الانفصام اللي حصلت في المجتمع، واللي هي ممكن يعني الحقيقة لها أسباب كتيرة، مساهمات بنسب مختلفة، منها إن شئتي مثلا التغريب أو الغربنة الموسوم بها الفنون التشكيلية في مجتمعاتنا، بكونها ناقلة دائما لما يحدث في مجتمعات أخرى. المجتمع نفسه فرد الشارع العادي ما بيجدش ما يصله بشدة للمسألة، محتاجة برضو قدر من التعليم والتوجيه والرعاية لهذا النوع من الفنون. ولكن دايما تأثير الفن التشكيلي والفنين التشكيلي بيبقى غير مباشر في نتائجه أكتر من سينما أو مسرح أو شعر أو أغنية ثورية. شحنة موجهة في لحظة معينة بتقوم بدورها في لحظة الساعة أو الساعتين اللي بتسمع فيهم الكونسرت أو اللي بتفرج فيهم على المسرح أو الفيلم. يعني سيد ناصر، يعني قريحتك بعد الثورة أبدعت، وما تسمعنا اليوم من هذا الإبداع؟ أقول لحضرتك، يعني أنا في عندي مجموعة شعرية قايدة الإعداد للطبع في الوقت الحالي، هي وهذه كتبت بعد الثورة. نعم. هي حتى اسمها أنا مسميها من V إلى Z وبالعكس. وفي وزد طبعا فيلمين شهيرين، واحد منهم قريب العهد يعني في 4-5 سنين اللي فاتوا، اللي هو في الفانديتا، في فور فانديتا، وزد ده فيلم يمكن يعود الى نهايه الستينات 69 او 70، وكان من اخراج كوستا جافراس، والاثنين بيناقشوا قضيه الثوره يعني، وحالتين مختلفتين من مآلات ومصائر الثورات. فأنا كتبت من V إلى Z وبالعكس. هقول لك من المجموعة دي يعني مقطع كده صغير. في يوم ما ستغني الشجرة للعصفور، وتصاحب خفق جناحيه من عش الرب إلى أبواب الرهبة أعمدة النور. في يوم ما لن يكسر خاطرنا الشارع حين نشد يديه إلينا ونراوغ بين العربات المأمورة ذات عبور. في يوم ما سيمر التحرير على عتبات الدور، ويغير ديكور المطبخ والحمام وترتيب الجلسة حول الأكل وميعاد النوم المذعور. في يوم ما سنشوف سوانا في المرآة ونشابك أيدينا لننط معا من فوق السور. في يوم ما نجلس كالأطفال لنسمع عاصفة تتكلم، نتقاسم والغابة ثدي الأرض، نراقص أفراس النهر على موسيقى الشلالات، ونستصلح آصرة البور. في يوم ما ستصيب معاول أرواح حيطان الوهم، ونكتب نصا بالدم، ويصعد فوق المسرح جسد الجمهور. في يوم ما سيحين اليوم الماء ونثور. يا سلام، سيحين اليوم الماء ونثور. يعني الثورة يبدو أنه فعلا كان لها دور كبير على شعرك وعلى كتابتك. أنه ما هو فعلا يعني دور الثورات العربية في الإبداع العربي، إن كان شعرا، إن كان نثرا، إن كان فنا، إن كان موسيقى؟ أنا أعتقد أنه دور كبير جدا، ويعني لم يستكمل هذا الدور بعد، ولم تتضح ولم تنضج ثماره بعد. أهم ما في الأمر أن هناك قطاعات واسعة جدا من الشباب ومن جمهور المتلقين استعيدت إلى دائرة التلقي. لدى الناس الآن استعداد غير عادي لسماع
لقراءة لتداول أفكار. الآن الكرة كما يقال في التعبير عن يعني المستهلك، الكرة في ملعب المبدعين. هناك من عجز، يعني من عجز طوال هذه السنوات التي مضت، وربما سيستمر هذا العجز عن التواصل مع الناس، انغلق يعني تعود على هذا النمط الإبداعي الذاتي الشخصي المنغلق، وربما فقد أدوات التواصل. من لديه أدوات التواصل هذه الآن فرصته لكي يخاطب الجمهور. يعني يجب أيضا على الفنان أن يثور هو نفسه على جميع القوالب النمطية التي كان يكتب بها، حتى يستطيع أن يصنع ثورة من خلال كتابته أو من خلال فنه. فيعني مثلا هل يمكن أن نقول أنه حتى التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي هو ثورة؟ يعني ما رأيك بذلك؟ ثورة فكرية، ثورة فنية، أو يمكن أن ينقلب إلى ثورة فنية وفكرية؟ هو دي أدوات الفنان، الفنان داخله هو اللي بتقوم الثورة وبيقوم بالتغيير من خلال مشاعره اللي بتتولد جواه. الفنان التشكيلي أو الفنان المعاصر هو دائما لابد أن يكون في حالة تغير. فإذا كنت عايزة تعرفي أن التغير هو ثورة، فالفنان المعاصر هو دائما في حالة ثورة، في حالة جذب وشد، في حالة أخذ وعطاء مع الواقع، مع المجتمع، مع البيئة الثقافية والسياسية اللي هو عايش فيها. وبالتالي هو في حالة تغير وتغيير مستمر، وبالتالي هو لازم كل يوم يخرج من جلد تعود عليه إلى جلد آخر، بما يعني يحمله ده من معاناة وجود فترة انتقالية بين وضع وآخر. يعني هناك عوامل أنه حتى الفنان نفسه يجب أن يثور، ومن خلال فنه يثور على الواقع وأيضا يعكس الثورة التي تحدث. ولكن هل يعني ذلك قدنا لسؤال أنه اهتمام الفنانين بالثورات العربية وبالتغيير، هل هو فعلا حالة طارئة؟ يعني فرضتها الظروف، هل سيبقى التغيير وهذه الثورة التي تحدث هي مصدر إلهام مستمر للفنانين العرب؟ بصي، هو في نقطتين متصلين ببعض. يعني هي قضية أزلية في الفن، اللي هو الثورة بالفن أم الثورة في الفن. يعني هل الفن يثور على نفسه، على تقاليده وأشكاله المتداولة التقليدية السائدة؟ وهناك من يقول نعم، هذه هي ثورة الفن ولا ثورة غيره. وهناك من يقول لا، أنه الفن، يعني من ضمنهم مفكرين يعني عظام مثلا زي جان بول سارتر مثلا، اللي هو كتب عن الأدب الملتزم والفن الملتزم، أنه الفن لا، لابد أن يساهم في تغيير المجتمع. مش ولكن هل الفن العربي لم يساهم في تغيير المجتمع إلى نوع ما، أنه انتظر الثورة السياسية والتغيير السياسي حتى يحدث، حتى هو يثور على نفسه مثل ما تحدثنا؟ هو يعني الفن يعمل على مستويين يا دكتور هال، كما تعلمين طبعا، على مستوى جمالي، يعني إنتاج جمال وإبداعي، ويعمل على مستوى الوعي، يعني مراكمة الوعي أو تزييف الوعي، يعني أيًا كان، لكن هو في النهاية يفعل في الوعي ويفعل في دائرة الجمال. فمن الصعب أن احنا نقول أن الفن لم يساهم في مراكمة وعي ما، بالمؤكد أنه خلق الوعي طبعًا خلال كل هذه السنوات، رغم حتى لو بالسلب. يعني أنا عندما مثلًا يعني من الممكن أن يقدم فن هابط ومبتذل فيكون مستفز لقطاعات مثقفة أو متعلمة أو تدري معنى القيمة الفنية، يكون مستفز لها على الرفض، على يعني استيلاد مشاعر رفض، لا نريد هذا فلنثر فلنغير، رغم أن الفن نفسه كان مبتذل ورخيص، لكنه عن طريق السلب. فأكيد كل هذه العوامل أثرت، ولكن الأوضاع السياسية أيضا في الشرق الأوسط يعني ساعدت بنمو هذا الفن المبتذل أو هذا يعني السطحية بتناول الفن على أصعد الكتابة أو الإخراج أو التمثيل أو التصوير الفوتوغرافي. يعني بنوع أنه الأنظمة السياسية كانت تريد نوعا ما تنويم العقل العربي وتهميشه، وعدم أيضا دفع الفنانين المبدعين إلى أن يكون لهم يعني صوت ومكان في المنطقة العربية وبين الشارع العربي وفي الشارع العربي. هو بالتأكيد التعميم ده له ما يبرره في أحوالنا في خلال الثلاث أربع عقود الماضيين، من غير طبعا ما نغفل أثر ده على كل مجتمع على حدة. يعني جدليات المجتمع المغربي أو التونسي أو الليبي أو المصري أو السوري أو السعودي مختلفة فيما بينها، في
أشكال عامة بتحكم، لأن البيئة السياسية هي جزء من البيئة الثقافية العامة بما فيها تأثيرات الإعلام، تأثيرات الأشكال الإبداعية زي الفن والمسرح والمسلسلات إلى أو الغناء إلى آخره. فبرغم أن في حالة عامة بالتأكيد بينطبق عليها كلام حضرتك، لأن طبعا في يعني تميز بين مجتمع وآخر وطريقة تفاعله مع كل نقطة من النقط. شكراً لك سيد مجدي. طبعاً ليس بيسعنا في نهاية الحلقة سوى أن نشكر ضيوفنا المصور وأيضاً الفنان التشكيلي سيد مجدي موسى، وأيضاً الإعلامي والشاعر ناصر فرغلي، شكراً لكم. وأيضاً نشكر طبعاً ضيفتنا الناقدة سيدة منى طيارة ديلي التي كانت معنا في الجزء الأول من البرنامج. تستوجب الثورة السياسية ثورة في الثقافة وفي الفن، وعلى الفنان أن يشارك في تطوير أدوات التعبير لتشكيل الوعي الجديد، إذ إن الفنان الذي يرسم لوحة أو ينحت تمثالاً أو يكتب شعراً أو يجسد دوراً درامياً يرغب في أن يمتد نطاق أثر إبداعاته الفنية ليصل إلى المجتمع من أجل أن يحرك خياله ويهز وجدانه ويبعث ويجدد فيه الروح النقدية المتحررة والتسامح في مواجهة أساليب قمع حرية التعبير وحرية الإبداع. فلا يمكن خلق مجتمع حر ما لم يكن الفن حرا، لأن الحرية هي التي تخلق الإبداع وليس العكس. إذن أعطيني حريتي لكي أبدع. طابت ليلتكم وإلى اللقاء.